تركب قوها لي ووزع اللحم ملاقي وهنا مراض عشان قدامي بخيري أرتاح من راحتهم علشان مو وني تعبان. بالنسبة للمواطنين حالتهم زي حالة اليابان بشكل عام، حالة اليابان أصلا في حالة يرثى لها، أغلبية المواطنين بدون أعمال، أغلبية المواطنين يعني حالتهم المادية فقيرة. إحنا تل الحرب نزل إحنا وخرجنا من بيتنا وتينا لونا سوق السبت. نبي نشيب ونا اشقع على ابوها علي بعد ما مات زوجي اشتغل كعند يعني انفع المكاليف واصلح عزاف. لحين ما نصرح نسعف اولادنا ونوديهم مسافه 3 ساعات للتربة مسعفان واصل جلستو واصل خسرتو كل الخساره لو انا بنتي لي عالقه. قامت IOM ساعدنا في نزيد من عدد الأخصائيين وهذه قدمت خدمات أفضل للمواطنين. المستشفى بشكل عام يخدم ليس فقط منطقة بني شيبة وإنما المناطق المجاورة. عدد المرضى بشكل عام في حدود 20 إلى 30 حالة يوميا تقريبا. قاوا يصلحوا المستشفى ونحن نتعالج معنا روش ما كنا نتعالج ونا الحين ما يكون المكان نظيف وقاهلي ما اتعالج بخير والدنيا تمام. انا اشعر بسعاده.